مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من سلسله مورفون سبيسيفيك. اليوم كما وعدناكم غنحاولوا نتكلموا على اضطراب التوحد. فالتوحد كيف ما كتشوفوا كيف ما كتلاحظوا الجميع فهو الان منتشر بواحد الطريقه كبيره على مستوى المجتمعات ديالنا وعلى مستوى العائلات. التوحد هو اضطراب شديد اللي كيقيس لو ديفلوبمون ديال لونفون. كان تروبل سيفير دو ديفلوبمون شي لونفون. حنا كيف ما كنعرفوا جميع فالنمو عند الطفل كيتم على مجموعه من المستويات منذ الفتره ديال الولاده ديالو. النمو على مستوى ديال لا كومونيكاسيون، النمو على مستوى ديال لا سوسياليزاسيون، النمو على مستوى ديال السلوك ديال الطفل، وكذلك النمو على مستوى الوظائف الذهنيه والمعرفيه الى اخره. فالتوحد كيجي وكيضرب او لا يما بيرتوربي ديفيرون نيفو دو ديفلوبمون شي لونفون. من هنا جات التسميه ديال le TED أو ما يسمى trouble envahissant du développement. L'autisme il va perturber ou là il va envahir le développement de l'enfant, mais en même temps il va envahir le fonctionnement de l'enfant dans les différentes situations. Là qui l'écrit dans la fois là un nouveau un dernier éditeur qui est le DSM-5, l'écrit là un officiellement le 18 mai 2013. تم التخلي على التسمية ديال لو تي او دي وتم التعويض ديالها بلو تي اس ا تروبل دو سبيكتر اوتيستيك لانه تبين ان التوحد فهو كيتشكل مجموعة من علامات كثيرة وهناك انواع كثيرة في التوحد اللي هي على شكل اطياف لذلك فتم التسمية ديالها والجمع ديالها على تحت يعني لو جروب ديال تروبل دو سبيكتر اوتيستيك. فكاين هنا اخطاء كبيره وشائعه الان بين الناس على حول التاريخ ديال التوحد. فاللي خصنا نعرفوا ان التوحد ماشي من مرضي اورغانيك، التوحد ماشي من مرضي بسيكولوجيك، التوحد ماشي من مرضي بسيكياتريك، التوحد ماشي من ديفيسيونس مونتال ولا ان هانديكاب مونتال، ولكن ممكن يكون التوحد مصاحب بواحد الاعاقه ذهنيه. كذلك التوحد ماشي تأخر على مستوى النمو ديال الطفل، لا يمكن تفسير العلامات اللي كنلاحظوها في التوحد بتأخر ولو يكون تأخر شديد على مستوى النمو ديال الطفل. فاللي خصنا نعرفو أن التوحد هو سي ان تروبل كي افكت لي فونكسيونمون دو ديفلوبمون أو لي فونكسيون كي افكت لي فونكسيون سيريبرال عند لونفون، يعني يما بيرتوربي الوظائف الدماغية، الشيء اللي كيعطينا هاد العلامات اللي كنلاحظو جميعا. التعريف ديال التوحد كيتبنى على سكون ابيل لا ترياد سيمبتوماتيك، على الثلاثيه ديال لي سيمبتوم. اولا كاينين دي تروبل او نيفو ديال لا كاليتي ديال لي زانتيراكسيون سوسيال، التجاوب والتفاعل مع التفاعلات الاجتماعيه مع المحيط الخارجي. كاين كذلك بروبليم كيتوش ولا دي تروبل كيتوش لا كومونيكاسيون بصفه عامه، سواء تعلق الامر بلا كومونيكاسيون فيربال او بيان لا كومونيكاسيون نون فيربال، وكذلك يتعلق الامر باللي كومبورتمون و بلي زانتيغي و بلي زاكتيفيتي ديال لونفون اللي هما كلهم عندهم واحد لاسبي غيسترا ليميتي ريبيتيتيف اي ستيريوتيبي. اللي خصنا نعرفو كذلك جميع ان التوحد كيظهر قبل 3 سنوات من العمر ديال الطفل، لذلك كنعتبرو ان لو دياغنوستيك بريكوس اي تخي بريمونديال، لازم نكونو يعني حذرين كل الحذر و نربطو البال العلامات اللي ممكن تثير الانتباه ديالنا اللي ممكن انها تعكس لنا انه كاين ايفونتيومون اضطراب عند لونفون اللي كيقدر يعني يكون هو التوحد. بالنسبه للتشخيص ديال التوحد فلازم نعرفوا انه تشخيص 100% كلينيك، 100% كلينيكي، يعني فهو كيعتمد على مجموعه من العلامات اللي كنحاولوا نقلبوا واش كاينه او لا على مستوى يعني الطفل. فنرجعوا للDSM-5 اللي تكلمنا عليه اللي هو لو مانيو لو دياغنوستيك الستاتيستيك دي مالادي تروبل مونتو اللي كتصدروا الجمعية الأمريكية للأمراض الدينية والعقلية، وكذلك لو سي ان 10 اللي هو يعني واحد المجلد كبير اللي كتصدروا الويميز لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي اللي كيهتم بلا كلاسيفيكاسيون ديال لي مالادي. فهاد لي دو ريفيرونس كلهم كيتفقوا على تعريف التوحد بهاد التعريفة يعني هاد لا ترياد سيمبتوماتيك اللي ناقشناها. فقلنا انه كاين اشكال على مستوى ديال لي زانتيراكسيون سوسيال، فذلك ممكن نشوفوه على مستوى ديال لابريسياسيون ديال لي سينيو سوسيو عند لونفون. كنشوفو ان لونفون مي نو كومبرون با ميو اي نوتيليز با ميو هادوك لي كود ولا هادوك لي سينيو سوسيو اللي هما مستعملين بيناتنا في المجتمع.
كذلك لاحظوا انه لا ريسيبروسيتي يعني سوسيال اي ايموشنيل ما كايناش عند لونفون، ما كاينش واحد التبادليه، ما كاينش واحد لالي ريتور بيناتنا وبين هذاك لونفون على مستوى كل ما هو التواصل الاجتماعي. كذلك كاينه اون انكاباسيتي ا اتابلير لي ريلاسيون سوسيال، كنعرفوا ان داك لونفون ما عندوش القدره على انه يندمج ويقدر يربط العلاقات. مثلا ممكن ما كنلاحظوا انه ما يقدرش يلعب مع اصدقاء اللي عنده في نفس العمر ديالو ويندمج معاهم ويتفاعل معاهم. كذلك كنلاحظوا انه يعني ما كاينش هذاك لونفون ما عندوش لومباتي، اي بو با يعني ايماجيني ولا يحس باش ممكن يحس الاخر. عنده لاسبي ديال ليزولمون، عنده كذلك لاسبي ديال لانديفيرونس، يعني انديفيرون باغابور ا اوتخوي. هذه كلها بعض العلامات المختصره اللي كتبين لنا انه كاين اون التيراسيون او نيفو ديال لي زانتيراكسيون سوسيال. كذلك كاينه لو دوزيام او العلامه الثانيه اللي كتجي هي الالتيراسيون ديال لا كومونيكاسيون بصفه عامه، que ce soit des troubles de la communication verbale, orale, ou là, des troubles de la communication non verbale. Enfin, l'échec qu'on a à l'instant, il y a l'estiqbali, ou réceptif, ou qu'il y a l'instant, il y a l'expression. Enfin, il y a, comme on l'a dit, il y a l'enfant, ce sont des enfants muets, les mecs qui mentionnent tout le langage verbal. Donc, كذلك غادي نحاولوا نتكلموا على لو بوين تيف لي هو لي كومبورتمون او لا يعني لي زانتيري لي هما لي سون ريسترا لي سون ليميتي ان لونفون. ف يعني بين الصفات الاساسيه ديال الاطفال ديال التوحد ان السلوك ديالهم او الاهتمامات ديالهم فدائما فهي محدوده. كنلاحظوا انه يعني اهتمامتهم في الحاله في العالم الخارج ديالهم فهي محدوده شيئا ما وتتكرر عبر مرور الايام والاشهر. كذلك كاينين لي زاكتيفيتي كي سون ريبيتيتيف اي ستيريوتيب، كاين واحد التكرار في دي زاكسيون. لونفون يعني كنلاحظوا في الحياه اليوميه تاعو دائما كيكرر مجموعه من لي زاكسيون من اجل الحصول على نفس النتيجه. فهاد لي زاكتيفيتي ستيريوتيب كي ريبيتيتيف ممكن يكونوا فيربال المستوى الكلامي، ممكن يكونوا جيستويل، وكذلك ممكن يكونوا يعني بوستورال بحال مثلا لي بالونسمون ديال لو كور. كذلك في هذا الكادر ديال لي كومبورتمون ريسترين اي ليميتي ان لونفون، فلازم نعرفوا انه كذلك ان هذاك الاطفال اللي هما التوحد عندهم واحد لا ريزيستونس اكستريم لو شونجمون، هما اطفال اللي كيرفضوا التغيير على مستوى المحيط ديالهم. ثم ف يعني بالنسبه الاخرى اللي هي مهمه بالنسبه لنا، فانه هذا هو التعريف اللي كنا اللي تكلمنا عليه، التعريف يعني لا تريال سيمتوماتيك ثلاثيه. لكن كاينين علامات اخرى اللي ممكن كنلاحظوا عند الاطفال اللي عندهم التوحد ولكن ما دخلاش في التشخيص ديال التوحد، لانها ما كتظهرش عند جميع الاطفال، ممكن تظهر عند شي وحدين وممكن ما تبانش عند شي وحدين. بحال مثلا لي تخوبل كونيتي، بحال مثلا لي تخوبل لاموتريسيتي، او لا لي كاباسيتي لي تخوبل او نيفو ديال لي كاباسيتي دادابتاسيون. ف المساله الاخرى فهي انه خصنا نعرفوا ان التوحد ممكن يكون مصاحب حوالي تقريبا 70% ممكن يكون مصاحب بان غوتار مونتال، بتاخر ديني او اعاقه دينيه اللي ممكن تكون من ليجير حتى سيفير. كذلك التوحد ممكن يكون مصاحب يعني بالمرض يعني الصرعقي او ليبيليبسي. حوالي ثلث ديال الاطفال اللي عندهم التوحد فهما عندهم يعني مرض الصرع. فالنقطه الاخرى اللي نشير لها ونتكلم معكم هي الاسباب ديال التوحد. كثير من الاباء كيطرحوا السؤال اشنو هي الاسباب ديال التوحد اللي خصنا نعرفوا. صار الان كاينين يعني كاين واحد لو ديبا كبير على مستوى الابحاث العلميه الان اللي هي يعني كتحاول باش تحاول تكتشف هذه الاسباب هادو. لازم نعرفوا من الان الخلاصات اللي خرجوا من الابحاث انه الى يومنا هذا ما كاينش واحد لاكوز اللي هي اونيك للتوحد يتم التعرف عليها، لكن باتفاق ما بين الجميع فكاين هناك اسباب متعدده اللي ممكن تعطينا التوحد او دي فاكتور يعني الاسباب اللي هي يعني ملتي فاكتوريال. ف جميع الابحاث العلميه اللي تمت على مستوى ديال اضطراب التوحد فكلها اشارت على ان المشكل كاين سي ان ديفوغ على المستوى ديال يعني لو سيرفو وبالضبط ان ديسفونكسيونمون سيريبرال او نورو بيولوجيك.
ثم كذلك ملاحظه اخرى اللي بغيت نشبهها معكم هي انه كاين يعني كنتكلموا في السابق على ان التوحد ممكن يكون سبب ديالو هي يعني لي تروبل ديال لانتيراكسيون ديال لا ريلاسيون مير انفون، بمعنى انه الاطفال باردون الامهات اللي هما عندهم يعني بروده عاطفيه ممكن يعطينا التوحد، لكن فمؤخرا تم التخلي على هذا التفسير هذا لانه كنشوفوا الاطفال متخلى عنهم من الصور ديالهم كنلقاو جمعيات مثلا ديال الاطفال متخلى عنهم وهم محرومين من العاطفه ديال الامومه من التعامل مع التفاعل مع الابوي وما كيفتحوش اطفال اللي هما عندهم التوحد. فالسؤال مطروح الان اشنو هي لا بريز اون شارج ديال الاوتيزم؟ فلا بريز اون شارج ديال التوحد فهي كترتكز على ثلاثه ديال الاسس اساسيين. اولا الجانب ايدوكاتيف، لو دومين ايدوكاتيف اللي هو الهدف منه تطوير الاوتونومي والاكتفاء الذاتي عند الطفل. ثم كاين الجانب الثاني اللي هو الجانب بيداغوجيك اللي الهدف منه هو تطوير لابرونتيساج عند الطفل اللي عنده التوحد، لانه كيف ما كنعرفوا جميعا فالطفل اللي عنده التوحد فهو طفل اللي قادر على انه يتعلم، لكن ما يمكنش يتعلم بوحده ودائما وإلى بغوان دانا كومبانيون ولازم نمشيو معاه باش نخدمو معاه إيطاب باغ إيطاب وجميع المكتسبات صعيب عليه يكتسبها بوحدو، لكن يعني لازم نديرو معاه أنا كومبانيون. دونك الدوزيام فولي في لا بريز اون شارج ديال التوحد فهو بيداغوجيك. ثم كاين الجانب الثالث اللي هو علاجي اللي كيتعلق بالصحة يعني العقلية والفيزيائية يعني للطفل. نقطة كذلك يجب الإشارة إليها هو أنه يعني كاين من العلاجات المقترحة في التوحد أو العلاج الدوائي لو تريتمون ميديكال اللي هو لي بريسكري سيرتو باغ لي بيدوبسيكياتر اللي هو علاج اللي هو فقط سيمبتوماتيك كيعالج فقط غير بعض العلامات اللي كتكون صعيبة كتصعب الاندماج ديال الطفل على المستوى ديال المحيط ديالو. فكيكون هاد العلاجات يعني هما أباز ديال البسيكوتروب سيرتو اون بارتيكولي يعني دي نوروليبتيك. ثم كذلك اللي بغيت ناكد عليه لا بريز اون شارج ديال التوحد، اولا النقطه الاولى لازم انها تكون اون بريز اون شارج بريكوس، هذه مساله اساسيه. للاسف فاحنا على مستوى يعني ارضيه العمل كنتلاقاو مع الاطفال يعني في واحد السن اللي هو مبكر يعني اللي هو يعني متاخر تم التشخيص بطريقه يعني متاخره وكتزيد الماموريه كتعقد وكتولي صعيبه على مستوى ديال العلاج. كذلك لو تريتمون ديال لا بريز اون شارج ديال التوحد عموما كتكون ملتي ديسيبلينير، فهي كتحتاج واحد التخصصات متعدده يعني كل مهني فكيحاول يعالج التوحد من الجانب من المقاربه ديالو. كنلقاو مثلا لا بريز اون شارج اورتوفونيك، لا بريز اون شارج بسيكوموتريس، كنلقاو كذلك لانترفونسيون دون بسيكولوغ اللي هي كتكون جينيرالمون سبيسياليتي في لو دومين ديال لي تكنيك كومبورتمونتال، كنلقاو ليدوكاسيون سبيسياليزي، كنلقاو كذلك كتكون اون اوكسيير دو في سكولير اللي كتاكومباني لونفون يعني بواحد الطريقه يعني كبيره سواء على مستوى المنزل او على مستوى ديال المدرسه من اجل المتابعه ديال التعلمات عنده. كذلك ف لا بريز اون شارج ديال التوحد فهي كتكون بيرسوناليزي وكتكون ادابتي، يعني كيف ما قلنا فشاكا اي تان كا بارتيكولي، الاطفال اللي عندهم التوحد فهم ما كيتشابوش. فلا بريز اون شارج كتكون ادابتي على حسب لا سيتياسيون ديال لونفون، على حسب لي كاباسيتي ديالو والمهارات اللي عندو وعلى حسب لي ديفيسيونس اللي عندو. دونك كتكون ادابتي، كتكون بيرسوناليزي، كتكون يعني على حسب لا سيتياسيون ديال لونفون. وبطبيعة الحال كيف ما قلنا فهي كتكون كذلك ممكن تكون ميديكامونتوز بطبيعة الحال بالموافقة ديال الآباء، وسيرتو لا بريسكريبسيون كيف ما قلت كتم على يد يعني دي ميدسان كوم لي بيدوبسيكياتر أو لي بسيكياتر أو لا نوروبيدياتر. ثم كذلك اللي بغيت نتكلم عليه هو أنه هاد العلامات هاد لي بريز اون شارج كلهم اللي كاينين أكتوالمون على مستوى ديال العلاج ديال اضطراب التوحد فهي كتمكن إلا تم احترام المعايير اللي تكلمنا عليها بحال أنها تكون بريكوس، تكون ملتي ديسيبلينير، تكون بيرسوناليزي، أدابتي وهذا، فكتمكن من اميليوراسيون تخي سينيفيكاتيف ديال المهارات التواصليه عند الطفل وكتعاون باش انه كيبدا يديفلوبي لي كومبيتونس تاعو وكتقدر في بعض الحالات ان الطفل يولش التندرس ممكن بصفه عاديه. لكن اللي كناكد عليه انه الى يومنا هذا واحد يعني ان
traitement اللي هو يعني علاج 100% التوحد فهو الان لا يوجد الى يومنا الحالي. فكنشكركم على الاهتمام ديالكم معنا في هذه الحلقه اللي تكلمنا فيها على تعريف بسيط على التوحد، وكنضرب لكم ان شاء الله تعالى موعد في الحلقه المقبله اللي غنحاول نتكلم لكم فيها على العلامات اللي كتظهر بواحد الطريقه تخي بريكوس عند الطفل اللي عنده التوحد. فيعني غنتكلم لكم في الحلقه المقبله على العلامات اللي كتظهر قبل 3 سنوات واللي كتدفعنا اننا نقوم بالتشخيص بطريقه مبكره. شكرا لكم على الاهتمام ديالكم، شكرا، والى الحلقة المقبلة بحول الله.